ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد، بعد التحية، تابعنا المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمين العام للجامعة العربية ووزير خارجية البحرين، وأيضا من قبله البيان الختامي للقمة العربية في المنامة. بداية، كيف قرأت ما جاء في المؤتمر والبيان الختامي؟ طبعا هي قمة عادية ولكنها بتعقد في ظروف استثنائية، باعتبار أن ما تمر به القضية الفلسطينية يحتاج إلى توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات المتزايدة التي فرضتها التصرفات أحادية الجانب من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، باعتبارها أنها انتهكت كل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهكت قرارات مجلس الأمن، القرار رقم 27-28، وانتهكت أيضا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره الذي هو كان مرتبط ارتباط وثيق بدخول إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن البند الثالث في الذي هو من الشروط التي كانت فرضت على إسرائيل كانت الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67. وبالتالي البيان الختامي اليوم وهذه المشاركة القوية، احنا بنتحدث عن لأول مرة تكون هذه المشاركة، بنتحدث عن 21 دولة. يعني الأمين العام في كلمته قال أن أكثر عدد شارك في القمم العربية كان 17 دولة أو أكثر شيء 18 دولة، ولكن وحدة الصف العربي. نعم. تدل أن كل الدول العربية أجمعت وبشكل قاطع على الوقوف في الاحتلال الإسرائيلي حتى قبل هذا البيان الختامي. نعم، بالحديث عن القمم العربية، كيف ترى تخصيص هذه القمة العربية بيانا خاصا بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة؟ يعني هذه القضية الآن هي القضية الأقوى المفروضة على الساحة العربية بشكل كبير نتيجة ما تقوم به إسرائيل في تجويع الفلسطينيين وحصارهم ومحاولة يعني تنفيذ سياسة الأرض المحروقة وجعل قطاع غزة مستصلح للحياة، ولكن هذه الحلول السياسية والأمنية لن تكون ناجعة بأي حال من الأحوال لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما أشار إليه فقام الرئيس السيسي في كلمته عندما تحدث بشكل قاطع أن الحلول الأمنية والعسكرية لن تجدي ولن تحقق ولن تفرض أمرا واقعا على العربية وعلى الشعب الفلسطيني تقرير مصيره. والآن الدول العربية تنسيق والتشاور مع الكثير من الدول الأوروبية وأيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لكيفية إصدار أو عقد مؤتمر دولي. نعم. للسلام، يكون هذا المؤتمر هو المحرك الأساسي للقوى العربية في الفترة القادمة. نعم، بالحديث عن الأمين العام للأمم المتحدة، كيف ترى دعوته لحضور القمة وكذلك ممثل الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، وأيضا دلالات ذلك من رأيك؟ دي دلالة على أن الأمم المتحدة ترى أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أصبحوا في عزلة دولية حقيقية، وتدل أيضا على أن الأمم المتحدة تدعم وبقوة حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ووقف حرب الإبادة الجماعية من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وأيضا تؤكد على وحدة المواقف وقوتها بين الأمم المتحدة والدول العربية وأيضا الكثير من الدول الأوروبية، خاصة أن القرار الأخير الذي أو التصويت الأخير الذي تم داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموافقة 143 دولة على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم العادلة والحصول على العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك في هذا القرار ووافق عليه أكثر من 12 دولة أوروبية، وده دليل قاطع على أن هناك تغير كبير وبأن أوروبا بدأت تنسجم أكثر مع المواقف العربية وأصبحت تبتعد رويدا رويدا عن إسرائيل وعن الإدارة الأمريكية، باعتبار أننا نشهد الآن حالة من العزلة الدولية نتيجة الدعم اللامحدود التي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، وأيضا التحركات التي قامت بها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة وبالأخص أمام محكمة العدل الدولية. نعم، دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.